ارجع الى ابن تيميه حتى لا انسى. الاسلوب المنتهج الان من اتباع ابن تيميه الان هو نفس اسلوب ابن تيميه. انا الان قلت لكم لم اكمل لنقل البحث حتى اعطيكم النتيجه النهائيه في تحليل شخصيه ونفسيه ابن تيميه. في الفضائيات، في التلفزيونات، في الكتابات، نفس الاسلوب الذي هو استعمله ابن تيميه. يعني هذا اسلوب اهل الباطل، اسلوب المفلس، اسلوب الذي لا يمتلك الدليل، اسلوب الذي يريد ان يضل الناس. يعني يريد ان يسجل الشبهه يسجلها في نفس المكان، يعني لا يريد ان يصل الى نتيجه. يعني لذلك انا قلت لكم يعني العلماء هناك تعبوا، يعني بالامس ذكرت لكم وان شاء الله سنذكر مصادر كثيره، هو بهذا المستوى من التفكير. تفكير ضحل، معلومات سطحيه جدا، لكن يحكون يعني العالم يجلس معه ساعات وايام، يصرف معه، يحكي معه كلام يرجع الى النقطه الاولى التي ابطلت وسلم بابطال، يرجع لها مره اخرى ياتيك بها. يعني تلغم يوم ويومين، تتعب نفسك، تجرش وتحكي، بعد هذا يرجع نفس الخطوه الاولى التي هي المفروض انتهت وراحت. فهم يعني الغرض منهم، لا اسلوبهم في نفس الجلسة، في نفس المكان، في نفس الواقعة، يريد أن يؤسس الشبهة وليخدع من يخدع. مثل يعني هو الأسلوب واحد، هو إبليس واحد، الشيطان واحد، نفس أسلوب ابن قاطع. ابن قاطع أنه يقول لك الرؤية واستخارة واطلع يعني في الخارج الجوع وتشبع، لا أعرف. الآن أنت الآن أي واحد منكم الآن هو يعني وجدت أنه يضع دعاء 40 يوم كذا وأفعال خاصة من أجل أن يرى، يعني هو كإمام أو تعرف بأنه هو الإمام أو ترى رؤية بأنه هو إمام. الآن الآن أي واحد منكم ليأتي بأجلكم الله خنزير حقيقي أو صورة خنزير أو كلب، صورة كلب، يضع هذه الصورة أمامه، يلصقها في الغرفة صورة أمامه ويقرأ أدعية كذا، ينظر إلى هذه الصورة وينام من أجل أن يتحقق له بأن هذه الصورة هي الإمام. خلال 40 يوم شاهد سيكون هذه الصورة، يظهر له الخنزير في الرؤيا يلبس عمامة وهو الإمام، لو يرتدي العقال ويحمل السيف يكون هو الإمام ويكون هو النبي. على أي ناس يريد أن تضحك يا ابن قاطع؟ فالمهم هو يريد أن، هو باطل، فأي شخص يريد أن يعني يأخذه ويؤسس عنده هذه الشبهة ليأخذ، هو كاسب، لأنه يعني هو أصلا مفلس ليس عنده